بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجنا الفتنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا لأي مؤمن هي معبر وممر للحياة الحقيقية اللي ربنا كتبها لنا، وهي الدار الآخرة. وحياتنا إما تكون في الجنة ونعمها إن شاء الله مع الأنبياء والصديقين والصالحين، وإما أعاذنا الله وإياكم أن يكون مستقرنا نار جهنم، ربنا يقينا وإياكم عذاب الدنيا والآخرة. وعشان كده كانت وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كأنك مسافر. عارفين الرحلات الترانزيت؟ أهي الدنيا كلها بكل ما فيها من نعم وبكل ما فيها من ألم كأنها رحلة سفر. والمعنى ده ربنا سبحانه وتعالى عبر عنه بوضوح في القرآن الكريم، قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومعنى الحيوان الحياة الحقيقية المستمرة اللي مش هتنقطع أبداً.